تعلن جمعية رؤى التكنولوجيا بالتعاون مع بنك المغرب أنها شرعت في إعداد دراسة شاملة وواسعة النطاق من شأنها تحسين ولوج المكفوفين وضعاف البصر للخدمات البنكية الرقمية، وذلك من خلال أولاً إعداد استمارة بهدف التعرف على الصعوبات التي تواجههم إثر استعمالهم لتطبيقات ومنصات هذه المؤسسات، وكذلك لجمع آرائهم ومقترحاتهم الممكن تنفيذها. ثانياً، إخضاع هذه التطبيقات لتجارب تقنية تحت إشراف خبراء أكفاء بغرض تحديد المشاكل التي تعيق الولوج اليسير لهذه الفئة، وتطوير خطط برمجية تقنية لتجاوزها. ومن كل ما سبق، سيتم استخلاص مجموعة التدابير والتوصيات التقنية للرفع من توافق مختلف أنظمة إمكانيات الوصول مع محتوى هذه البوابات الإلكترونية بغية ضمان حق هذه الشريحة من المواطنين والمواطنات في الاستقلال وتسيير شؤونهم المالية.